نواجهوه، لكن خطر نواجهوه. الجيش قوي الحمد لله، والجيش راه بالمرصاد الكل من يعني يقترب من الحدود، ولكن بصفة عامة احنا كل هالدول عندنا معهم علاقات أخوية، علاقات تبادل تجاري، عندنا علاقات. ما نمشيش نغلق الحدود نتاعي مع كاع المحيط. ولذا احنا قلنا ولا حل بدون احنا، لان احنا المعنيين الاولين. باش تبدا تتهدد من هي وتهدد باش تضرب غلط، انا ما نمشيش معك. الجزائر منذ استقلالنا الى يومين هذا عمرها ولا سيله دم تاع جار ولا تاع اخ. مبدئيا رفضنا ندخلوا في العراق، رفضنا ندخلوا في اليمن، رفضنا ندخلوا في كل ما يجري في الدول الشقيقه ولا الدول الصديقه. قلتها مرارا، مالي لكن ندخل في مالي، ندخل باش نخفف الوطن الاقتصادي عليهم، نخفف. دخلش انا عسكريين باش يفهموا قطعا ان الجزائر لن تستعمل القوه مع جيرانها ابدا مهما كانت الظروف. كلكو سوا لو سيناريو او نيجير. لو سيناريو كلكو سوا لو سيناريو او نيجير، جو سوي سير كو لي نيجيريان ريسبكت لالجيري اي نابروشون با لي فرونتيير الجيريان. سو سون دي فرار اي ريستورون دي فرار. جو سوي تري كلار.